هذا نصب الأحرف الأبجدية الأرمنية. جبنا السواح هنا، طبعا بشكل عام هنا السواح يرتادوا بكثرة، وكل واحد يوقف جانب الحرف اللي يبدي اسمه به وياخذ له صورة تذكارية. على سبيل المثال هسه هنا عندنا حرف الشين، الش هذا اللي دا يتابعونا هسه، مثلا هنا منو؟ بارانتا واديس، بارانتا واديس تحياتنا. يوقف يم حرف البي ويتصور. هذا النصب افتتح بالذكرى 1650 لاختراع الاحرف الابجدية. هذا حرف الآ. طبعا هذا عبارة عن صخور منحوتة. كل الاحرف الابجدية منحوتة. بعد يريد نقرا له اسمه، هنا عنده جيبورك، جيبورك ساركيسيان، هذا حرف الجي اللي بالنص الاسود جيبورك. فاي واحد يريد يلا ما طولنا هنا، خليني اعرض لكم الاحرف. هنا عندنا حرف ال ي، يلدة على سبيل المثال، او اي واحد يبي حرف الياء اسمه. هذا الام، حرف الميم، نعم. هذا هنا عندنا مثل القريب علينا حرف الخاء، خالد على سبيل المثال، هذا حرف الخاء، خالد، خالد، خلدون. هذاك حرف الهاء، هذا اللي راح نقرب عليه شويه، حرف الهاء. هذا هنا عندنا حرفين، حرف السين وهذا الحرف الثاني في، فيبيان، فارانت، هذا السي، سين، سوسن، سرمد، سعد، سعاد، وهالشكل. هذه كلها عبارة عن صخور منحوته.